بين فكي الرحم. أول شيء احنا في عملنا الإعلامي وأنت تعرف أنه يتطلب منك الحركة، يتطلب منك الخروج، ثم فجأة تجد نفسك محبوسا كطائر في قفص. صدقني يا علي، في بعض الأحيان أحس أن رجلي ترتجف، يعني أريد أن أخرج، أريد أن أنطلق، لكنك تجد نفسك ملزم باتباع الإجراءات الوقائية. وأنا رجل خواف، يعني لا أخفيك أنني خاف كثير. لخاف سلم في هذه الفترة، هذا خوف صحي. وبالتالي أنت قلت لك بين فكي الرحى، بين الخوف وبين أن تؤدي العمل تاعك وتخرج. فبالتالي اليوميات يعني تنحصر على نحو أقول ربما لكورونا ولهذا الوباء الذي أسأل الله تعالى أن يرفعه عنا، له كذلك ما يجعلنا نلزم بيوتنا. نعم، لكن أقرأ في بعض الأحيان. الآن في الجزء الثاني من مذكرات المهاتما غاندي، في تفسير أنا أقرأ تفسير نابلسي وأعيده للمرة الألف، يعني إذا صح التعبير. كلما قرأت هذا التفسير يا محمد وكأنني أكتشفه من جديد، تماما مثل القرآن الكريم. صدقني عندما أمسك المصحف الذي يعني بحمد الله تعالى وبفضل حفظته صغيرا، أقرأ الآيات ويعني وانتبع بأصبعي وكأنني أقرأ الآية لأول مرة.